تحية حلوة مع ألو. السيدات والسادة ازيكم، النهاردة حلقة جديدة من برنامج قلعية على الهوى، ومعانا ارقام التليفونات والفاكسات والايميلات عندكم على الشاشة، فمنتظرين انكم تتصلوا بينا. النهاردة معانا ضيف محبوب جدا، ضيف غاية في الظرف، باختصار هو ممثل اخر حلاوة. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مصر؟ اهلا استاذ حسين. احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي يا استاذ مصر. اتفضل. يا ترى المظهر اهم من الجوهر، ولا الجوهر اهم من المظهر؟ ومصادفة عجيبة ان انت مظهر، فعشان كده عايزين نعرف منك، انت تهتم بالجوهر اكتر ولا بالمظهر؟ طبعا الجوهر طبعا، رغم ان انا مظهر يعني. طيب ناخد اتصال ونستقلف حديثنا. ايوه معنا مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. سلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اوجه سؤال لأستاذ مظهر ابو النجف؟ استاذ مظهر ايه؟ نجف. ابو النجف. ابو النجف؟ اه نجف. لا يا فندم النمرة غلط، مفيش الاسم ده هنا. نجف ايه ده؟ احنا اسفين معلش، مش فكره خالص. احنا معانا اتصال تاني، تعال ناخد اتصال تاني. ايوه معانا مين؟ استاذ حسين. ايوه اهلا وسهلا. مظهر ابو النجم. اه اتفضل يا فندم. استاذ مظهر. نعم. المدام عندي معجبه بفن حضرتك قوي. اهلا بيك. مش معقول الاعجاب يكون لدرجه انها يعني تعلق صورتك فوق النوم. بصراحه الموضوع ده مضايقني. المدام معاك ايه عشان خاطر تخليها تشيل الصوره لو سمحت. الو استاذ مظهر. ايوه يا فندم. ايوه مدام، قول لها ازيك مدام، شيل الصوره وتحطها تحت الدولاب. ايوه لو سمحت شيل الصوره عشان جوزك برضه هو اللي باقي لك، وتلفها في ورق جورنان وحطها تحت الدولاب. تلفها في ورق جورنان او لفها في ورق جورنان، المهم يعني الزوج طبعا لزوجته، وانا انت معجبه بيا كفنان، انا برضه ليا اسره، وحضرتك لك اسرتك وتحافظ على اسرتك طبعا. شكرا. وزوجك ربنا يخليه يا رب. الله يخليك. تعال الاتصالات يا استاذ مظهر، الناس بيتخانقوا على الخط. استاذ مظهر معاكم، اتفضلوا يا جماعه. الو. اهلا وسهلا. ايوه مساء الخير يا استاذ حسين. مساء النور. اهلا وسهلا. ما معاك اشرف البرنس. اهلا يا اشرف. الله، انتوا مش كنتوا قطعتونا الحلقه دي حتى استضيف عمرو دياب؟ الحقيقه الحلقه دي تلبيه لرغبه سيده مسنه عندها 82 سنه، واحنا طلبات كبار السن اوامر، وهي كانت عايزه تشوف الاستاذ مظهر ابو النجا، فعشان كده احنا نفذنا طلباتها فورا. شكرا يا استاذ اشرف. شكرا استاذ مظهر. اتصال تاني يا استاذ مظهر. 82 سنه كلهم عايزين يكلموك. اتفضل، مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم. ايوه ازيك يا استاذ حسين؟ يا اهلا وسهلا. مع سيادتك سعد رجب سعد المغربلين. اهلا وسهلا استاذ سعد. ايوه كنت يعني عايز الاستاذ مظهر يجي يشرفنا كده ويقص شريط الافتتاح ويقول يا حلاوه. اه والتاكسي على حساب المعمل ده. شكرا على كرمك يا استاذ سعد. هيدفع لك التاكسي عشان تروح تقص له الشريط وتقول يا حلاوه. هو ده اللي تعبه التاكسي يعني؟ لا اله الا الله. هروح عشان اقول يا حلاوه؟ احنا لو فتح مصنع زيتون اقول يا زيتون؟ لا، هتقول يا ايه لو مصنع زيتون؟ يا زيتون. طب قبل ما نطلع فاصل قول لي يا حلاوه كده، قولها يا حلاوه. يا سلام. يا جماعه فاصل اعلاني ونعود اليكم بعد الفاصل. شكرا. الحلقه دي هايله هايله يا حسين. ايوه بس الاستاذ مظهر صوته ضعيف شويه. عايز يشرب حاجه سخنه. ولا يهمك، محلوله يا ابو الليل. ايوه يا استاذ حسين. تعال يا ابو الليل لو سمحت، عايزين حاجه سخنه للاستاذ مظهر. مفيش حاجه سخنه، في مهلبيه. مهلبية فكرة كويسة جدا، واحد مهلبية بسرعة. حاضر يا فندم. استاذ مظهر. نعم. احنا هنعمل بروفا مع بعض في فقرة، بنشوف أحسن أغنية أنت بتحبها إيه، نغنيها للجمهور، نغني حتة منها كده. قول كده أي غنوة. نورة نورة ويا نورة. يا وردة نادية بنورة. اسمك على رسم الصورة. يا حلوة يا أمورة نورة. نورة نورة يا ليلي يا ليلي. سالك استاذ مظهر فعلا، هم لهم حق. خد لك كده معلقتين. لهم حق في ايه؟ خد معلقتين. يا سلام. ايوه السيدات والسادة، مرة ثانية معاكم في برنامج قلعية على الهوا، ومعانا الفنان الكبير استاذ مظهر ابو النجا. ايوه معانا اتصال. ايوه يا استاذ حسين. مساء الخير يا فندم. هنج ابو الوفا مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة انا متابعة البرنامج ومعجبة بحلقاته جدا، ومعجبة بحضرتك يعني ما شاء الله زي القمر. شكرا ده من ذوقك يا فندم. بس انا ليه اتابع على حلقتي النهارده؟ ليه يا فندم؟ لان مش معقولة يعني تستخف بعقول الجمهور لدرجة انك تطلع الضيف بياكل رز بلبن. ده مش رز بلبن يا فندم، ده مهلبية. انت يا معقول؟ ايوه. تخيل شفتها رز بلبن؟ لا ابدا. انا متأسفة جدا. لا ده مش رز بلبن، لان ده برنامج محترم. معانا رسالة بالصوت والصورة يا استاذ مظهر، نشوفها وبعدين نعلق عليها. رسالة هنا؟
أنا سمعت صوت الفنان مظهر أبو النجا في الإذاعة، فانبهرت بيه جدا كممثل إذاعي رائع. فمش عارفة ليه ما يركز في الإذاعة بس، خصوصا إن السينما والمسرح والتلفزيون مش لعبته. شكرا على ظرفك وعلى ذوقك. إيه رأيك؟ إيه رأيك أستاذ؟ السينما والمسرح والتلفزيون مش لعبتي. السينما والمظهر والمسرح والتلفزيون. والإذاعة هي اللي لعبتي. طب ده أنا مش مقيد إذاعة كمان. لا حول الله. هنا؟ طيب معانا اتصال؟ ألو؟ أهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مع حضرتك أمينة راتب من القاهرة. يا أهلا وسهلا. أنا الحقيقة فتحت التلفزيون عن الحتة اللي كان الأستاذ مظهر أبو النجا بياكل فيها المهلبية. أيوه. وللأسف ما فتحتش الحلقة من الأول، وكنت عايزة أعرف من الأستاذ مظهر طريقة عمل المهلبية. أستاذ مظهر معاك هيقول لك أهو الطريقة. معرفش أنا. شوية نشا ولبن، نشا ولبن. شوية نشا وشوية لبن وسكر وسكر وفانيليا وفانيليا وشوية وشوية وحتة خشب. حتة خشبة ايه؟ عشان تقلب بيها المهلبية. ايوه الخشب عشان تقلبي بيها المهلبية. ومسمارين. مسمارين ليه بقى؟ طيب دي الفقرة دلوقتي بتاعت مين بيخبط. استاذ مظهر لما تسمع الخبط قول مين بيخبط بصوت عالي. مين بيخبط؟ ندى ممدوح من معجبين استاذ مظهر ابو النجا. يا اهلا وسهلا. مساء الخير. امال فين استاذ مظهر ابو النجا؟ اهو يا فندم. لا انا اسف، انا قصدي استاذ خالد ابو النجا. طب استاذ مظهر اهو كويس، ما تقولي له حاجه. لا معلش شكرا، انا اسفه جدا. شكرا على ذوقك. تعالي تاني. خالد ابو النجا. ايوه. وانا ايه يعني؟ وبكده سيداتي وسادتي نكون وصلنا لنهايه حلقه قال ايه على الهواء. نلقاكم ان شاء الله على خير. شكرا والى اللقاء. يا استاذ مظهر كمل المهلبيه بقى. مكلفه نفسها وجايه تقول عايزه خالد ابو النجا ده بس. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ادي المصيبه السوداء على البركه. بخير. ايه ده؟ ازيك يا استاذ مظهر؟ اهلا وسهلا. في ايه؟ سلم عليه يا استاذ مظهر. سلم. هات ايدك الثانيه يا اخ. اهلا وسهلا. ده مش بايد ولعه. طب خد كل بقى الطبق ده كمان. الله اكبر. الموضوع ده احنا الطبق انفجر. في ايه العذاب ده؟ الطبق انفجر. معلش بس دلوقتي ده حاجه تخوف مشويه. يعني اكمل ده ولا يتفرقع راخ؟ لا 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 ما تخافش. كله يا استاذ مظهر كله. بس هنا في حته. في هنا اهي. خد اهي اهي هنا هنا. ايوه. لا هنا بقى تصور الانفجار خلى كل الوش. طيب ايه حكايه يا حلاوه بقى نسمعها لما نخرج؟ الاستاذ محمود فريد الله يرحمه عملها لي في فيلم شياطين الابد مع الاستاذ عادل امام. قال لي عايزين نعمل لازمه هنا. يا لهوي يا خراشي. يا عيني يا حلاوه. قلت له حلاوه دي سهله جدا وبقت يا حلاوه. يلا شكرا يا استاذ مصطفى. طيب لان انا الاشارب بتاع حماتي نسيته عند طنط نجوى لازم اروح اجيبه. شغل ايه؟ ماله البرنامج ده؟